ليه السودان اغرب دولة في العالم؟ دولة فيها موارد تأكل العالم العربي، بلد كرمة ومدينة سواكن، وجزيرة صنقيب ومدينة مروة اللي فيها تقريبا 56 هرم، ومع ذلك فيها تعثرات كبيرة جدا. البلد اللي عندها استعداد ان هي تأكل افريقيا بالكامل من مواردها. عزيزي احنا لسه ما قلناش اي حاجة عن المفاجآت اللي موجودة في دولة السودان، بس في الاول ما تنساش تعمل لايك عشان خاطر اعرف ان انت اتفرجت على الحلقة، وكمان تعملها شير لكل اصحابك عشان خاطر نجاوب على السؤال المهم بتاع النهارده. ليه على الرغم من الموارد الكتير اللي موجوده في دوله السودان هي ضعيفه اقتصاديا؟ توكلنا على الله. تعداد دوله السودان سنه 2018 كان 43 مليون نسمه بيعيشوا على ارض مساحتها 1,800,000 كيلو متر مربع. دولة السودان كانت أكبر دولة في أفريقيا ودول العربية، ده طبعا كان قبل الانقسام، انقسام الشمال وانقسام الجنوب. اشتهرت السودان بحضارة كارما اللي هي كانت 2500 قبل الميلاد. السودان تملك أكثر أهرامات العالم، يعني أكثر من مصر وأكثر كمان من المكسيك. مصر عندها الأضخم والأكبر، لكن السودان عندها الأكثر. السودان عندها محمية طبيعية اسمها الدندر، دي تقريبا أكبر من دولة لبنان المساحة. اسمع بقى معايا موارد السودان عشان ممكن تتجنن حرفيا. 80% من الصمغ العربي بيطلع من السودان وبيتوزع حوالين انحاء العالم. 40% من الفول السوداني، 60% من السمسم الابيض. انا بقول لكم على حاجات على فكره لو حاجه منهم واحده بس بتقوم اقتصاد دوله. دوله مثلا زي بنما بتعتمد على اقتصاد على حاجتين، على الموز وعلى قناه بنما بس. غير المنطقه الشماليه بتاعه السودان اسمها ارض الذهب. اسمع على مسمى، سنة 2018 في أول 6 شهور بس طلعوا 70 طن ذهب. تخيل أنت في 6 شهور في 2018 70 طن ذهب. واخد لي بالك أنت يا زول، احتياط الذهب في السودان 1040 طن، يعني حرفيًا جبل ذهب. ده احنا بنتكلم على الذهب بس. تعالوا بقى خد كل النحاس، عندهم منجم هناك اسمه أوتيب. أوتيب ده أقوى منجم يحتوي على احتياطي في العالم للنحاس. 5 مليون طن! يا نهار أبيض! يا نهار أبيض! على فكرة أنا عايز أقول لكم مادة زي مادة النحاس دي مفيش غنى عنها خالص في الإلكترونيات وتوصيلات الكهرباء وحاجات تانية كتير، ما تختلفش تماماً عن الذهب. نسيب بقى المعادن ونخش على البترول. اسمع الرقم ده، اسمع الرقم ده. 6.8 مليار برميل طلعوا في 2010، وده يخلي السودان ترتيب رقم 20 عالميا في البترول. ده غير البترول بتاع السودان مش اي بترول موجود في العالم تاني، لانه بيتميز بمادة اسمها شمع البرافين. شمع البرافين دي قوية جدا في الاحتراق. اللي ما تعرفوش كمان يا صديقي ان شركة شيفرون وتوتال وسان اويل، كل دول شركات الطاقة، عاملين عقد مع الاباردي من سنة 1975. خلصنا اللي جوه الارض، نطلع بقى لبره الارض. اتكلم بقى عن الثورة الحيوانية. 30 مليون راس بقر، 32 مليون راس من الماعز، 42 مليون راس من الاغنام، 3 مليون راس من الخيل، 4 مليون راس من الابل. انا مش عارف ليه حاسس وانا بقول الكلام دوت مثلا كاني عنتر بن شداد رايح اتقدم لعبلة. يا زول لو حصلت حرب عالمية تالتة انا هاجي استخبى عندكم، اجري كده في المية كده في النيل كده من الناحية دي كده واروح جاي لكم. واخد بالك يا زول؟ احسبني نفر معاكم ونستخبى مع بعض. اوعى تنسى يا زول انا شقيقك من مصر حبايب. انسى بقى منطوشة الهلال والمريخ والاهلي، انسى انسى كل الكلام ده، احنا كده احنا كده. بس للاسف بعد الكلام اللي انا قلته ده كله، السودان مصنفة كافشل دولة في العالم، وانا بعتذر ان انا بقول الكلام ده. عندها ابار بترول لكن للاسف عندها ازمه محروقات. دوله ممكن تاكل قاره افريقيا بس عندها ازمه غذاء. تتصدر الانتاج الحيواني لكنها عندها مجاعات. المساحه الزراعيه في السودان يا صديقي العزيز 85 مليون هكتار، يعني من الاخر كده منطقه السودان كلها تصلح للزراعه، مختلفه تماما عن الدول العربيه الاخرى. انا هديلكم مثلا زي جمهوريه مصر العربيه، بنعتمد على الوادي بتاع النيل والدلتا فقط لا غير، الباقي كله صحراء. عندك في اليمين صحراء الصحراء الشرقيه، وعندك في الشمال صحراء الصحراء الغربيه.
85 مليون هكتار كافلين ان هم يغزوا العالم العربي بالكامل. اقول لك على مفاجأة، المساحات الزراعية اللي موجودة داخل الوطن العربي 70 مليون هكتار بس، يعني السودان التلاجة بتاعتنا كلنا. اوعى تنكر حاجة زي كده. انا معزوم عندكم يا زول. شوف بقى تعزموني على ايه بقى؟ عندكم بقى ابل وابقار وماعز واغنام ودواجن. السودان زي ما انا قلت في الاول عندها 56 هرم، يعني معنى ذلك ان ممكن يكون في سياحة في منطقة السودان كبيرة جدا، غير مدينة سواكن. مدينة سواكن دي يقال عنها ان سيدنا سليمان عليه السلام كان بيخبي فيها الجن، عشان كده سميت سواكن. والسؤال دلوقتي اللي احنا حابين ان احنا ننهي بيه الحلقة دي، هل ممكن في يوم من الايام نسمع ان السودان اقوى دولة افريقيا، ولا لسه هيفضل مص الخيرات اللي موجودة فيها؟ انا منتظر اجابتكم ان شاء الله باذن الله في الكومنتات. وبرضه يا زول بقول لك ما تنساش تعزمني عندك، انا بقول لك اهو دلوقتي، من دلوقتي يا زول اعزمني عندك. لكم مني ارق التمنيات، كان معكم اخوكم احمد هارون. ما تنساش تدعمنا بسبسكرايب لو انت بتتفرج على اليوتيوب، وكمان تعمل فولو للصفحه. السلام عليكم.